اهلا بكم من جديد. الحديث مستمر عن ما يتحدث عنه العالم اجمع، لانه النهارده لو حضراتكم كده مريتوا على كل القنوات والمنصات الاعلاميه الاخباريه وغير الاخباريه، الحقيقه لا حديث الا عما يحدث هناك ما بين روسيا واوكرانيا. احنا بنسعى الى الفهم على مستويين، مستوى لانه يعني كمواطن مصري لازم تبقى فاهم ما يحدث في العالم، والمستوى الثاني لازم تفهم عشان نعرف احنا علاقتنا بما يحدث ايه، موقفنا على الجانب السياسي الاقتصاد. وانا طول الوقت بقول احنا محتاجين تصحيح مسار للرأي العام في التعامل مع مثل هذه الاحداث، مش من نوع الوصاية او التوجيه او نقول للناس تقول رأيها او تنحاز ازاي، لكن احيانا احنا بندخل لمرحلة الهزل في متابعة مثل هذه الأحداث الجد عما يحدث وعن التوقعات لما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة. يسعدني أن يكون معي الكاتب والباحث الكبير والصديق العزيز خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا منورني. اتشرف ان انا مع حضرتك. وانا ليه الشرف وقلت النهارده ما ينفعش، يعني لازم تكون موجود. الأول أنا كمواطن عادي فجأة لقيت إن في حرب، وحرب ضخمة، ومش بس التصعيد على المستوى السياسي والدبلوماسي والنفسي، ولكن في دبابات على الأرض، في طيارات بتضرب ناس، مشهد إنه في شعب موجود فيتحول من مواطنين إلى لاجئين، وحدود تفتح وأطراف دولية دخل. وبوتين عايز ايه؟ طب الاول اشكر حضرتك على الاستضافه، والف شكر ليك يعني والله، وفعلا سعيد ان انا مع حضرتك في اليوم ده باعتباره يوم من الايام الفارقه في الازمه، في عمر الازمه. وشكر تاني على المقدمه، السطرين اللي حضرتك قلتهم في الاول، ان مهم جدا ان الراي العام بس يعرف حقيقه اللي بيجرى وحقيقة الأطراف، وإن احنا نلتقط الأنفاس، لأن فعلا في مساحة من الهزل ربما أو التشويش يعني واسعة قوي. أول نقطة يجب النظر إليها إن الدولة المصرية ومصالح الدولة المصرية قوية جدا مع كافة الأطراف اللي احنا هنتكلم عنهم بعد دقائق. بداية من روسيا وأوكرانيا، الاثنين الطرفين المباشرين، وصولا لدول الكتله الشرقيه زي اللي ابعد من اوكرانيا، كل جيران اوكرانيا منها بولندا اللي فتحت النهارده من ساعات قبل الحدود ما نكون على الهواء مع حضرتك الحدود وبدات تستقبل لاجئين. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المدعو الرئيسي في قمه الفيشجراد، تجمع مهم جدا جوه اوروبا من شهور بسيطه. مصر ضيف الشرف، هو بيستضيفه رئيس جمهوريه لدوله واحده في منطقتها، مصر كانت هي. هو بيتحدد انه تجمع فيشجراد بيدعو الدوله اللي ليه كل الافراد او الاعضاء ليهم علاقات قويه مع الدوله اللي بيستدعوها او بيدعوها انها تكون ضيف شرف القمه. بالظبط. طب نمشي غربا شويه نوصل لاوروبا، الاتحاد الاوروبي، ونوصل للناتو، اهم شركاء مصر الاستراتيجيين على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الطاقه وشركات الطاقه موجوده جوه القاره الاوروبيه. اكبر شركاء مصر قاطبه هم الاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه الرئيسيه، بنتكلم على المانيا، على ايطاليا، على فرنسا، وصولا لانجلترا كمان اللي هي يعني تحسب حتى جوه الكتله الغربيه. اخر حاجه الولايات المتحده الامريكيه على يعني على كافه الاصعده هم شركاء مصر الاستراتيجيين. فده الحقيقه يخلينا ان احنا طالما مصر بتتمتع بعلاقات جيده جدا مع كافه الاطراف فدي لابد ان احنا ننتبه ليها. يتم صياغه الموقف بناء على شبكه العلاقات بالظبط، وان احنا مش بنتكلم على اصدقاء عابرين، لا احنا بنتكلم على مصالح مصريه، مصالح استراتيجيه للدوله المصريه. بالظبط. يعني شركاء حقيقيين
داخلين معاهم في ملفات على درجة عالية جدا من الأهمية. فمن الواجب أن يكون الرأي العام واعي بأن احنا بنبص على أزمة، موقفنا السياسي وموقعنا المحوري ودورنا ومكانتنا في المنطقة خلتنا سابقا قبل ما يحصل هذا الانقلاب الكبير اللي احنا هنتكلم عنه، وانقلاب في معادلات، نحن نكون فاتحين شراكة مع كافة هذه الأطراف. دي قد تكون ميزة مهمة جدا جدا، وفي نفس الوقت محتاجة مننا على مستوى الرأي العام قليلا من التريث، قليلا من الهدوء، النظر للموضوع. لا ده كثير من الهدوء، يعني كثير من الهدوء. يا ريت يعني اتمنى يعني بس شويه ان احنا نبقى داخلين على الموضوعات، خاصه واحنا برضو هنقول مع حضرتك ان احنا قصاد نظام عالمي جديد يتشكل. ما هو تمام، يعني دي جمله انا بقول السؤال المحوري. يعني السؤال المحوري بالظبط هنحاول نجاوب عليه بالظبط. طيب النقطه دي كنت يعني استقرتها بسرعه الحقيقه من المقدمه القصيره اللي حضرتك قلتها. طب نوصل بقى للسؤال. أوكي. ماذا يريد بوتين الآن؟ بوتين يريد كما أعلن هو في بداية قبل ما يدخل بالشكل العسكري إلى داخل أوكرانيا، وقت الحشود ووقت الفصول الأولى من التصعيد للأزمة، قرأ بوتين بدقة مساحة من مساحات أو درجة من درجات التراجع لدى الجانب الأمريكي والمعسكر الغربي برمته. فوجد إن هي لحظة سانحة كي يعيد مرة أخرى ترتيب أوراق النظام العالمي الجديد. مرة أخرى يصبح نظام عالمي جديد. ده واضح كان هدف رئيسي ليه، وكرروا الحقيقة في كتير جدا من خطاباته، وهو يستدعي التاريخ وهو يستدعي الموروثات التاريخية ويتحدث عن حقبة الاتحاد السوفيتي ويصف تفكك الاتحاد السوفيتي بالخطيئة الاستراتيجية، وعندما يتكلم على أن ما فيش حاجة اسمها أوكرانيا بالأساس، دي أراضي روسية وأراضي، وبدأ يلوم لينين وستالين ورؤساء يحاكم التاريخ بالضبط كده في لحظة من لحظات الأزمة. عبر بشكل واضح، قال والله أنا على قدر من المكانة والثقل اللي تجعلني لابد ان لو كان في ترتيبات لامن في هذه المنطقه اللي تمس مصالحي يجب ان اكون طرف ند. فكان اول مستهدفات بوتين من هذه ال خلينا نقول من التصعيد الاول وصولا للان ان احنا ان هو عايز يكون على قدم المساواه مع المعسكر الغربي، ويعود ليضع روسيا الاتحادية مرة أخرى في ذات المكانة اللي كانت تتمتع بها الاتحاد السوفيتي السابق، قوة متكافئة أمام المجتمع الغربي. ده أول أهداف بوتين الواضحة. ده الهدف الاستراتيجي بالظبط. يعني يأتي بقى رفضه أن أوكرانيا تدخل النيتو، رفضه أنه مش عارف أن الحكومة اللي موجودة، كل دي تفاصيل، لكن الهدف الاستراتيجي بالزبط. أنه بيستعيد ما كان للاتحاد السوفيتي السابق من مكانة. طب حضرتك قلت لما يعني لقط التراجع المعسكر الغربي برمته، قبل ما اقولك ليه تراجع المعسكر الغربي، ملامح هذا التراجع ترصدها ازاي؟ ارصدها طبعا مشهد شافه العالم كله، ما كانش لا في الغرف المغلقة ولا في الاسرار، وهو مشهد الخروج الامريكي من افغانستان وما لأفغانستان من ارتباط بروسيا. وهو بيلعب في نفس الملعب القديم، وكأن التاريخ يعيد نفسه بطريقه. يعني افغانستان كانت منطقه صراع اساسيه بين الاتحاد السوفيتي وبين الامريكان بالظبط. وخروج الاتحاد السوفيتي من افغانستان صحيح. كان إذانا بافول كل منظومه الاتحاد. كان خروج مذل للحقيقه، مذل. الروس نظروا الى الخروج الامريكي باعتباره هو خروج ضعف، خروج هروله، خروج بلا خطة، خروج بلا رؤية على الإطلاق. ده أول ملامح التراجع اللي رصدها بوتين. قبل ده ربما يكون كل التعامل الغربي مع جائحة كورونا، من أول التصدي للجائحة
والخسائر الاقتصادية وعدد الوفيات وإدارة هذه المنظومة الحقيقة خصمت كتير جدا جدا من مكانة المجتمع الغربي أو المعسكر الغربي. كتير حجم خسائر اقتصادية هائل، أعداد بالملايين، إدارة أزمة كبيرة من هذا النوع، رغم أنها كانت أزمة صحية لكنها كانت أزمة دولية والجميع كان بينظر لبعضه البعض. الحقيقة رغم فداحة ما تعرضت ليه كل من الصين وروسيا، لكن كان في قدر من الثبات، قدر من القدرة مواجهة الصعاب. انت هنا يعني لو تسمح لي، ان انت بتقول انه بوتين كده رصد ما يشبه الوهن في الوهن. أيوة مش أيوة التراجع بس. أيوة يعني وهن المجتمع الغربي انه أيوة مش قادر يدير ازمة وخسر كتير بالزبط فيها. بالظبط. هنا هذا حضرتك كمل الاول. لا اتفضل. اتفضل. لا انه هل هذا الوهن اللي هو رصده كان زي ما بنقول جرأه، يعني منحه الجرأة؟ طبعا. وعندي حاجتين بقى بعد كده ربما اكثر تقدما او اكثر اقترابا منه. اول حاجه مباحثات فيينا الخاصه بالملف النووي مع الايراني، مع ايران مع ايران، والاحتكاك المباشر بـ بـ بالاداء الامريكي وباداء 5+1. كان كل اوروبا قاعده والولايات المتحده الامريكيه قاعده وروسيا موجوده. وشاف ان طبعا يعني هرجع بس خطوه، في قدر عالي جدا من الاشارات الخاطئه خرجت من المعسكر الغربي طوال الفتره الماضيه، وكانه يفصح عن مساحات الضعف التي لدي. ابرز هذه الاشارات الخاطئه هي مساله الخروج من مناطق السيطره القديمه او النفوذ القديم او الاهتمام القديم. احنا كم هائل من الكتابات الأمريكية حول الخروج من منطقة الشرق الأوسط، الخروج من أفغانستان، الخروج من العراق، وحديث منصب حوالين أن العدو الرئيسي والهدف الرئيسي هو الصين، وهلع كبير جدا جدا أمام التمدد والتطور الصيني. هذا الكشف من الأوراق الزائد عن الحد يجعل الطرف اللي بيعكس وهن من الثقه. أيوة لانه احيانا انت ثقه فتكشف اوراقك ما انتش خايف. أيوة لكن هذه الاوراق كشفت وهنا وهنا. بالظبط كده. اللي هو انت مش عايز تتحمل مسؤوليه اي منطقه، رغم ان هي منطقه مصالح، رغم ان هي منطقه نفوذ، رغم ان انت ليك فيها شركاء استراتيجيين. مش عايز اتكلم بقى على منطقه الخليج، مش عايز اتكلم على منطقه، على افريقيا، على دول شمال افريقيا. شمال افريقيا. على مناطق كتيره جدا، على سوريا، على العراق. يعني الروس ما بيناموش، الروس بيرصدوا بدقه كل تصرف. مجموعة من الميليشيات العراقية تقوم بمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية وجها لوجه على الأراضي العراقية، وتجبر الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات العراقية أنها تقلص الوجود الأمريكي، وتقول طواعية وبسرعة جدا أمريكا أن أنا هخرج وخلاص أمام مجموعة ميليشيات. وكلمة الخروج والانسحاب والخروج والخروج كان فيها كررت كتير طول عامين ماضيين، وكانت الذريعة أصلا أنا عايز أتفرغ للصين. ده طبعا ملامح ضعف مفيش شك. وهنا هرجع بقى لآخر حاجة اللي عبرنا عليها بسرعة اللي هي فيينا، مباحثات فيينا، إن وجها لوجه اختبر الروس هذا الوهن الأمريكي وهذا التراجع الأمريكي والمعسكر الغربي كله. عندما تكون في إعداد اتفاقية معقدة بهذا القدر وعلى هذه الدرجة من الخطورة والأهمية وليها علاقة بمنطقة كاملة هي منطقة الشرق الأوسط، وأن أنت قاعد تستسلم أمام إيران وتقوم بإعطاء مجموعة من المميزات تلو الأخرى، مميز قصاد التاني وتنازل قصاد التاني، بس لمجرد أن أنت علشان تخرج باتفاقية. هذا الأداء الحقيقة كان وجها لوجه قاعد معاهم على المائدة روسيا، شايفة ده وشايفة ده قصاد إيران، مش دولة قوية ولا حاجة، وشايفة دوت، وإنه بس علشان أمريكا تبقى عملت ترتيبات لمنطقة الشرق الأوسط وتخرج وتروح المكان اللي هي مش عارفة تروح فين فيه ده. لكن المهم وكأنها تغلق الملف
اللهفه من الدول الاوروبيه حوالين ان في لينا مصالح مع ايران وعايزين الضغط ده في الاوزان الاستراتيجيه. لو في طرف ثابت على اقدامه واكثر رزانه واكثر استقرارا يبص ده على انه لعب من العاب الهواه ويؤدي الى ارتباك او يعطي صوره يمكن مرتبكه. يمكن ده بان الاول في تعامل بوتين مع ضيوفه، يعني مع ماكرون لما راح، مع المستشار الالماني الجديد لما راح. طبعا طبعا يعني طبعاً. صحيح ان هم الترابيزه الكبيره دي طبعاً. صحيح ان هم كانوا رفضوا يعملوا المسحه في روسيا، فهو لكن ايضا انه تعاملوا معاهم كان يدل على التقدير او انه هو شايف وزنهم قد ايه. بالظبط طبعا طبعا طبعا، لغه الجسد ولغه البروتوكول والصور المقصوده وال يعني المستهدف منها توصيل رسائل معينه. صحيح. وغيره، والالحاح عن ان بوتين يسبق اسمه القيصر طوال الوقت في الاعلام. احنا كان عندنا الدكتور سامع عزيز، يعني استاذنا، كان يقول لك ايه، في انه اليد الممدوده تعني علاقات محدوده، يعني لما تبقى بتسلم من بعيد كده فيعني العلاقات محدوده، فالترابيزه دي على بعيد طبعا يعني. طب لو سالت حضرتك بقى على العمليات على الارض، يعني احنا دلوقتي شايفين الاوكران، الشعب الاوكراني بتحول لاجئين، بيعلن عن ضحايا من الجيش، من العسكريين ومن المدنيين. من شويه كان الرئيس الاوكراني بيطوف كده في العاصمه عشان يوصل رساله. احنا مش شايفين الروس، وفين الروس بيشتغلوا الروس على الارض، بيحاول ان هو، لانه هو طبعا مدرك تماما ان في تبعات كبيره وهائله على مساله دخوله عسكريا، يعني دي خرق لكل الاعراف الدوليه، مفيش شك في دوت، بيمارسها تحت مظله القوه وتحت مظله ان هو قوه نوويه، وانه احد الخمسه الدائمين في مجلس الامن، صاحب الفيتو الحاضر اللي يقدر يعطل اي قرار دولي. هو بيشتغل، فهو بيعطل قرارات ضد اصدقائه، فما بالك بيه يعني. بالظبط. فتحت هذه المظله هو مدرك تماما ان هو يريد ان يسابق الزمن لانجاز مهمته. هو عايز حاجتين مهمته العسكريه على العسكري. عسكريا اقليم الدنباس، جمهوريتين. الجمهوريتين دول عباره عن اقليم كبير يقارب تقريبا 20% من المساحه الاجماليه لاوكرانيا. المساحه دي هو واخد قبل هذين الاقليمين، روسيا واخده شبه جزيره القرم. لو شبه جزيره القرم وهذين الاقليمين تم السيطره عليهم لصالح روسيا، يبقى كده احنا بنتكلم على ما يقارب نص المساحه الاوكرانيه. الاقليمين دول موجودين بجوار الحدود الروسيه الاوكرانيه، يعني على الشريط الحدودي من 2014. احنا ممكن احنا عندنا خريطه تقول ده يا جماعه، يعني ممكن نبقى موريين للساده المشاهدين. من 2014 في حرب دائره في هذين الاقليمين. الاقليمين دول بيسكنهم ناس هم الاوكران، اوكرانيا بتسميهم الانفصاليين، هم من اعراق روسيه ويتحدثوا بالروسيه ويدينوا بالولاء للدوله الروسيه. اعلنوا تمردهم واعلنوا ان هم مش عايزين يكونوا تابعين لكييف. واندلعت الحرب، حصل اتفاقية مينسك اللي هي عاصمة روسيا البيضاء، ان يحصل استفتاء حق تقرير مصير للاقليمين دول. اوكرانيا تلكأت، كييف تلكأت في تنفيذ هذه الاتفاقية. مينسك صحيح. مينسك. الناس دي خاضوا ضدها حرب، خدوا تقريبا تلت مساحة الاقليم، سيطروا عليه. فلسه في تلتين. ده اول هدف عسكري الجيش الروسي عايز يحققه، هو ان هو يرجع او يستولي او يضع في عهدة هؤلاء الانفصاليين المساحة بتاعتهم كلها. تمام. ويبقى كده اداهم كل الاقليم اللي هي كانت
إشارة البدء للدخول العسكري هو اعتراف لأول مرة، وده اعتراف وحيد حتى الآن. هو رايح بمقتضى المادة 151 ميثاق الأمم المتحدة. بالظبط يعني. هو اعترف عامل غطاء جمهوريتين بالظبط كده. ودول بيتعرضوا ل يعني انتهاكات فهو رايح هو بيطبق ميثاق الأمم المتحدة. بالظبط هكذا قال يعني. ده أول هدف عسكري. الهدف العسكري الثاني أو اللي بينفذه بأداة عسكرية، وهدف سياسي لكن بينفذه بأداة عسكرية، هو إزاحة وإسقاط هذا النظام السياسي اللي يحكم أوكرانيا في كييف باعتباره من وجهة النظر الروسية موالي للغرب بأكثر مما ينبغي أو تحتمل المصالح الروسية، وأن يضع على رأس دولة أوكرانيا نظام حليف خلينا نقول إلى روسيا وإلى مصالح روسيا. ومؤخرا بدأ يعني في 48 ساعة الماضية بدأت تيجي على لسان فلاديمير بوتين وتتكرر على لسان وزير الخارجية واكتر من متحدث في الدائره القريبه. هو كانت دعوته صريحه انه قال انه احنا ممكن نكلم الجيش الاوكراني انه ممكن من انتم مناسب ان احنا نقعد بالظبط ان يبقى كمان اوكرانيا تبقى منزوعه السلاح. مره يعني بدا من 48 ساعه اطلاق هذا المصطلح او هذا المطلب الملح اللي كان اخره عصر هذا اليوم على لسان لافاروف، قال احنا ممكن نقعد مع الاوكران في روسيا البيضاء بشرط تنفيذ شروط بوتين، وهي اول حاجه فيها ان اوكرانيا تضع السلاح وتبقى دوله منزوعه السلاح، ونتكلم بعد كده في اي ترتيبات امنيه. ده الهدفين اللي هو داخل عسكريا علشان يعمل يوصل. طيب لو قلت حضرتك بنظره استراتيجيه اداره الازمه من كل الاطراف ممكن تقودنا لفين؟ يعني من سيقطع زي ما بيقولوا كده ايه الشريط ويبقى حقق اللي هو عايزه؟ يعني وده سؤال طبعا صعب. يعتبر لا وسياسيا ساذج يعني انه لا ما هو يعني هو الجميع في لا مش ساذج هو معقد جدا طبعا. احنا في يوم ليه بنقول النهارده يوم فارق؟ لان النهارده يعني افصحت الحرب عن الياتها بقى وعن وجهها القبيح كمان. وعن وجهها القبيح. انت بتتكلم عن كما هو قال في الاول، كما يعني الرئيس الروسي قال ان هو مش داخل يحتل، هو داخل يعني بعمليه عسكريه معينه عشان ما يبقاش فيه سلاح في لكن الحرب لما بتبدا خلاص ما حدش بيقدر يحكمها. خلاص احنا بنتكلم يعني انا علشان متابع هذا الموضوع عشان اللقاء مع حضرتك الان اطلعت على كل التقارير لغاية الساعة 8 مساء اللي صادرة من روسيا ومن أوكرانيا. الاتنين بدأوا يتكلموا على ضحايا من الجانبين، من العسكريين ابتدوا يتكلموا على طائرات بتسقط، ابتدوا يتكلموا على مسيرات بتسقط، ابتدى يتكلموا على مساحات من الخسائر جراء القصف المدفعي المتبادل هنا أو هناك في كثير من المناطق. ابتدينا نتكلم على كماشة عسكرية بيحاول الجيش الروسي يضعها حول كييف العاصمة على وجه التحديد، للحد اللي خلى الرئيس الأوكراني قبل ربما ساعة من الآن يخرج بالتصوير بالموبايل بيعمل جولة كده جولة جوه كييف علشان يقول ان انا لازلت موجود جوه كييف. يعني بنتكلم على مشاهد لعدد كبير جدا من اللاجئين في العاصمة كييف موجودين في أنفاق المترو. الغرب لديه شيء آخر غير حزم العقوبات الاقتصادية؟ يعني هو بيصعد في العقوبات الاقتصادية حتى الآن، هل هو لديه شيء آخر؟ يعني خاصة أن العقوبات الاقتصادية ممكن يبقى في ثغرات في حلول. أنا سميتها والله يا دكتور محمد في بداية الأزمة قبل انطلاق العملية العسكرية، أن المعسكر الغربي ارتدى قميص حديدي باعلانه ان هو رده فعله ستكون عقوبات اقتصاديه. هو اللي لبس طوع هو اللي طوق نفسه الحقيقه. والنهارده برضو قبل ساعه من دلوقتي كان الامين العام لحلف الناتو طالع بلهجه بيحاول ان هو يرمم صوره الانكسار الكبير اللي حصل خاصه مع
عتاب كبير جدا طول اليوم شغال من رئيس اوكرانيا ان هو ترك وحيدا واوكرانيا تركت وحيدا. هو فعلا يعني قالوا خلاص هنصلي من اجلك يعني. بالظبط يعني. انا شايف موضوع العقوبات الاقتصاديه ده زر للرماد في العيون يعني وحفظ لماء الوجه الحقيقه رغم كل البروباجندا اللي بيتم الاعلان عنها بانها ستكون مؤلمه للجانب الروسي وغيره. روسيا خاضعه للعقوبات الاقتصاديه ربما من عشرات السنين وليها ثغرات اقصد يعني وليها ثغرات وليها اليه احتواء والنهارده روسيا بتتكلم على اعداد قائمه عقوبات على الجانب الاخر لان زي ما بيقولوا ما هو ده سلاح يقدر اي حد ان هو يؤذيك في مصالحك وتجارتك واستثماراتك وغيره. لكن الحقيقه في درجه من الخطوره في مساله العقوبات وهي الا تحقق فائده فتبدا وده سمعناه النهارده وامبارح الحاح حوالين تصعيدها فتطال العقوبات كل من سيتعامل مع روسيا والاطراف المتحالفه معها وهنا بقى يبقى احنا بنشق العالم الى نصفين. دي نقطه لا احد يعني لا احد يستطيع ان يتوقع بدقه ما يمكن ان يحدث. لكن مع الخريطه اللي مرسومه انه انا عندي روسيا وراء الصين بشكل اساسي في مجموعه قوى لسه مش باين يعني تركيا عندها يعني موقف صعب شويه ما بين علاقته بروسيا وعلاقته بالاتحاد الاوروبي يعني صحيح. ما بين اللي هو المصالح والاحلام ايران الاتفاق النووي هيبقى فاصل في المساله اسرائيل وضعها يعني مفهوم لو اسرائيل عندها يهود كتير في اوكرانيا ممكن حتى قالوا ان احنا هنعمل اجلاء مساعدات هل يمكن في لحظه انه نلاقي بالفعل بقى لانه الناس ما كانتش متوقعه ان احنا نشوف حرب تانية بدبابات وطيارات تمام ومن القوة دي صح القوة الكبرى هل طيب اللي ما كانش متوقع حصل يعني انت كنت قاعد تتكلم على تصعيد وحرب إلكترونية وانه خلاص يا جماعة الحرب التقليدية دي ده الجيل الاول كان في الجيل الاول انه الحرب التقليدية داخل النهاردة يحشد علشان ياخد ميناء اوديسا طيب علشان يقرب بسفن بانزال بري ايوه انت بتتكلم حاجة بتشابه يعني بتشابه بالظبط برافو عليك يا دكتور والله بيشابه بالظبط تكتيكات الحرب العالميه الثانيه بالظبط نورماندي و طيب هل بقى يعني ما لم يكن متوقعا حدث هل ممكن تبقى في مواجهه فعليا عالميه يعني العالم يعني ينجرف؟ انا اتوقع ده سؤال مهم جدا وانا اتوقع ان ده كان احد الاسئله اللي مطروحه على مائده الناتو او مائده الاتحاد الاوروبي او المعسكر الغربي ايا كان مين اللي بيجتمع فيه الولايات المتحده مع مين وده اللي خلاهم يدفعوا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس مساء الأمس إنه يجري اتصال مع فلاديمير بوتين. أنا بقول إن السؤال اللي حضرتك طرحته ده فعلياً اتطرح على هذه المائدة وإلا وكلف إيمانويل ماكرون بإن هو يعيد مرة أخرى الاتصال عشان يجدد القناة الفرنسية إن هو لا يصل إلى النقطة اللي حضرتك بتقول عليها. يعني ممكن نحتمل أي حاجة ممكن نحتمل حتى على سبيل الوصول للتضحية بأوكرانيا ودي ملامحه كتير باينة في على الساحة رد الفعل نفسه بالظبط يعني لكن ان احنا نصل الى مرحلة فعلا الاصطدام المباشر وكذا اعتقد ان هذا الهاجس هو الدافع الرئيسي لتكليف إيمانويل ماكرون بتاني اتكلم مع روسيا افتح القناة ابتدي فكك الامور ابتدي شوف نقطة منتصف ممكن نقف فيها يبقى شكلها عامل ازاي لان في خشيه من الفرضيه اللي حضرتك بتقولها فعلا اما يبقى بنتكلم على طائرات وبتقصف وبتحيد في 48 ساعه ما يزيد عن 200 موقع عسكري فيهم 11 مطار عسكري لاوكرانيا من قبل روسيا لما نتكلم على زي ما بقول لحضرتك محاولات وحصار لميناء اوديسا يعني بنتكلم على روسيا ستكون موجوده بقى عند المياه الدافئه والاحلام القديمه والقرم وما بعد القرم يعني ممكن عمليات الانتقام الروسي تتجاوز موضوع اوكرانيا ويبقى اوكرانيا دي فصل من فصول اجتياح او اكتساح او كذا هذه فرضيات وتقديرات موقف اعتقد انها وضعت امام القادة الغربيين واظن زي ما ماكرون بدأ يفتح الحديث ويحاول ان هو يجد قناة دبلوماسية
تجد تخريجة ما للأزمة. برضو هذه الخشية عبرت عن نفسها في حديث الأمين العام للنيتو النهاردة وهو بيصعد من لهجته جدا وهو بيصعد من عمليات انتشار القوات اللي تحدث عنها في كل الدول اللي في كل دول الحلف وقال ان احنا الجناح الشرقي دوت لن نتركه تحت التهديد وان دولة ليها حدود مشتركة مع دول اعضاء ده امر يرفع درجة الاستعداد الى اقصى مستوياته. احنا هنا في لحظة سواء جاء متأخرا في ماب طبعا يعني طبعا هذا الكلام جاء متأخرا طبعا. طب انا هختم مع حضرتك بقضية زي ما فتحنا بمصر هنختم بمصر. تمام. حضرتك شايف انه في رغبة لدى بوتين انه يعيد مرة أخرى تشكيل أو رسم نظام عالمي جديد، خلص المرحلة اللي هي كانت من 91 من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى الآن انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالمشهد، عملت نظام جديد على هواها بكل بقى مساوئه بكل إيجابياته بكل سلبياته. طبعا. فإحنا قدام مرحلة إنه هناك ملامح نظام حتى يعني حقق بوتين كل ما يريد او لم يحقق كل ما يريد، فاحنا قدام ملامح نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب. احنا فين بقى في ده؟ احنا احد القوى المركزيه اللي موجوده في اقليمنا، اللي حققناه خلال الاعوام الخمس او السبع الماضيه على وجه التحديد لما تبلورت المشروع المصري تماما وبدا على مختلف كل الأصعدة عسكرية وأمنية واقتصادية وشراكات استراتيجية في المحيط بتاعنا وفي خارج محيطنا الإقليمي وغيره، واكتسبت الدولة المصرية مكانتها وتبلورت قدرتها الشاملة. ده يحطنا في مكانة ليها حسابات يجعلنا نخشى أول ما نخشاه أن نعود مرة أخرى إلى مرحلة الاستقطاب السياسي. من لم هو ليس معي فهو عدو. ده طبعا ممكن يفصح عن نفسه خلال الفترة القادمة اللي هي فترة عالم جديد متعدد الأقطاب. لكن اللي يحمينا هو هذه المكانة اللي اتحققت. وهنا هنرجع للرصيد المصري والذاكرة المصرية اللي كانت نموذج في تاريخها وفي حينه. عدم الانحياز. عدم الانحياز. كتلة عدم الانحياز. بالظبط كده. أظن إن السياسة المصرية اللي واضحة خلال الأعوام الماضية أو هذا العقد أو نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى من قبل هذه الأزمة وهو يدير علاقات متوازنة ومتكافئة مع كافة الأطراف على مستوى العالم. تعزيز قوتنا وتعزيز إمكانياتنا والرشد في صناعة الشراكات المؤثرة والمفيدة للمصالح المصرية تحمينا وتحمينا من عملية الاستقطاب الحاد اللي ممكن تحصل، وتجعلنا قوة مؤثرة وقوة كما يطلق علينا القوى الكبرى أننا أحد ركائز الاستقرار في المنطقة. ده مفروض أن يكون هو ده هدفنا الاستراتيجي، لأنه هو هدفنا الحقيقي وحققنا في خطوات كثيرة فيه. صحيح. بشكر حضرتك. شكرا على يعني هذه الإطلالة في هذا اليوم الفارق، وكمان شكرا على يعني هذه الإضافات اللي بتنير دايما يعني مسارات فهمنا لقضية معقدة زي دي. شكرا جدا الكاتب والباحث الكبير الصديق خالد عكاشة. حبش أقول لك الحاجات الرسمية. شكرا جزيلا. مدير المركز المصري للفكر والدراسات كنت معنا، وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله وتصبحون على وطن.